السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي قناة موارد الأستاذ مصطفى، مرحبا بكم مع نموذج المراقبة المستمرة في مادة اللغة العربية للمستوى الخامس. إذا قبل أن نبدأ المرجو الضغط على زر الإعجاب وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تبخلوا علينا بتعليقاتكم. إذا أولا نبدأ مع الشكل. يشكل المهاجرون المغاربة أكبر جالية للمغتربين في أوروبا بعد الجالية التركية، ويمثل المقيمون في أوروبا ثلثي المغاربة المغتربين في جميع بقاع العالم، وهو ما يناهز عشر سكان المغرب. وإذا كانت أهم أسباب اغتراب المهاجرين المغاربة ذات طبيعة اقتصادية، فقد نجح هؤلاء من أن يتحولوا من عبء اقتصادي على بلدهم الأصلي إلى أحد أهم موارد اقتصاده من العملات الأجنبية، حيث أصبحت تحويلات المغتربين من أهم موارد دخل الدولة. لكن تحويلات المهاجرين المغاربة وعائدات السياحة هذه السنة تأثرت كثيرا بفعل جائحة كورونا بعد إغلاق المغرب لحدوده وانكماش الاقتصاد العام وفقدان عدد كبير من العمال ووظائفهم وعدم توافد السياح الأجانب للمغرب، مما شكل صدمة قوية للاقتصاد الوطني. إذا أشكل ما تحته خط في النص. بالنسبة للجمل التي تحتها خط في النص هي: وإذا كانت أهم أسباب اغتراب المهاجرين المغاربة ذات طبيعة اقتصادية، أو ذات طبيعة اقتصادية. نعم، الجملة الثانية: حيث أصبحت تحويلات المغتربين من أهم موارد دخل الدولة. حيث أصبحت تحويلات المغتربين من أهم موارد دخل الدولة. ننتقل إلى أسئلة فهم المقروء. أضع عنوان مناسب للنص. النص يتحدث عن مغاربة العالم أو المهاجرون المغاربة، إذا هذا هو العنوان المناسب للنص. ثانيا: كم يمثل عدد المغاربة المقيمين في أوروبا بالنسبة للمغاربة المغتربين؟ إذا جاء في النص أن المغاربة المقيمين في أوروبا يمثلون ثلثي مغاربة المغتربين. ما هي أهم موارد الدولة حسب النص؟ إذا أهم موارد الدولة تحويلات المهاجرين المغاربة من العملة الصعبة. أحيط المرادف الصحيح لكل كلمة عبء، مرادفها ثقل، انكماش مرادفها تقلص. آتي بأضداد الكلمات التالية: نجح ضدها فشل، كثيرا ضدها قليلا. آتي بمفرد الكلمتين التاليتين: الأجانب الأجنبي، المغاربة المغربي. ننتقل إلى صرف التحويل. أصنف الأفعال التالية حسب الجدول: ناول، عمل، هدأ، انطلق، استقال، نوى، تفاعل، صعد. إذن هناك أفعال مجردة وأفعال مزيدة. ناول فعل مزيد، عمل فعل مجرد، هدأ كذلك فعل مجرد، انطلق فعل مزيد، استقال فعل مزيد، نوى فعل مجرد، تفاعل فعل مزيد، وصعد فعل مجرد. ثانيا: أجرد الأفعال التالية من حروف زيادة: ناقش، نقش، استقل، قل، اصطاد، صاد، انعرج، عرج. تقي السؤال الموالي: أجعل الأفعال المجردة مزيدة حسب المطلوب. سالم، نحولها إلى فعل مزيد بثلاثة أحرف. استسلم، نقل بحرفين، انتقل مزيد بحرفين، شهد مزيد بحرف شاهد. صنف الأفعال التالية حسب الجدول: إذا طاف، ملأ، وجد، صعد، مد، ورعى. إذا الفعل السالم صعد، المضعف مد، المهموز ملأ، الأجوف طاف، ناقص رعى، والفعل المثال وجد. أبين نوع الخبر في الجملة الاسمية التالية. إذا ننتقل إلى التراكيب. اللاعبون في الملعب نوع الخبر شبه جملة،
الخبر وفي الملعب. الأم تعد الطعام، إذا جملة فعلية. طبيعة مناظرها خلابة، الخبر ومناظرها خلابة جملة اسمية. الحياة صعبة، صعبة خبر مفرد. أكمل الجمل بخبر مناسب حسب المطلوب، إذا هذه الجملة سنكملها بنوع الخبر المطلوب. بالنسبة للجملة الأولى جملة فعلية، الخبر سيكون جملة فعلية. الجندي يدافع عن وطنه. المدرسة مرافقها نظيفة جملة اسمية. الجملة الثالثة خبر مفرد، القصة مثلا مسلية. جملة أخيرة شبه جملة مثلا، التلاميذ أمام القسم. أكمل الجملتين بناسخ فعلي مناسب وأشكلهما. إذا الطبيبة منشغلة بالمرضى، إذا أدخلنا عليها ناسخا مثلا ستصبح ظلت الطبيبة منشغلة بالمرضى. إذا المبتدأ سيكون مرفوع اسم ظل، والخبر منشغلة منصوب منشغلة. ثم الجملة الثانية، أصبحت مكتبة القسم ممتلئة بالقصص. إذا اسم أصبح مكتبة مرفوع ثم ممتلئة خبرها منصوب. أتمم الأجدول بما يناسب، ظل المهاجر متمسكا بوطنه، الناسخ ظل اسمه المهاجر متمسكا خبر. بات المريض يشكو من الألم، بات ناسخ المريض اسمها يشكو من الألم خبر بات. ما زال الفلاح في الحقل، ما زال ناسخ الفلاح اسمها ثم في الحقل خبرها. أصبحت الحديقة أزهارها متفتحة، أصبحت ناسخ الحديقة اسمها ثم خبرها أزهارها متفتحة وهو خبر جملة اسمية. ننتقل إلى الإعراب. صار العصفور يغرد، صار فعل ماض ناقص من الفتح. العصفور اسم صار مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. يغرد فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. والجملة الفعلية في محل نصب خبر صار، عفوا ماشي ضل ولكن صار. الإملاء، بالنسبة للإملاء أكمل بالتاء المبسوطة أو التاء المربوطة، كائنات تاء مبسوطة، دعاة تاء مربوطة، طائفة كذلك تاء مربوطة، مبيت تاء مبسوطة، وياقوت تاء مبسوطة. أكمل الكلمة التالية بهمزة وصل أو همزة قطع، إذا امرؤ همزة وصل، أمة همزة قطع، إنصاف همزة قطع، استمتع همزة وصل، إصرار همزة قطع. سؤال ثالث، أكتب ما يملى عليه، يعني يمكن نقوم بإملاء النص والأستاذ يملي علينا ونحن نكتب على الدفاتر. تعبير الكتابي، هناك نص الذي أمامنا. رشيد اليزامي عالم مخترع مغربي في مجال الفيزياء، ولد في مدينة فاس وتابع دراسته العليا في فرنسا، وهناك قضى أزيد من 10 سنوات حصل خلالها على الدكتوراه واشتغل في معهد البحث العلمي. ومن فرنسا تنقل اليابان حيث قضى 5 سنوات، ثم إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا كاليفورنيا حيث اشتغل في معهد النازا 10 سنوات قبل أن يلتحق بالعمل في المعهد الوطني للطاقة في سنغافورة. يتوفر اليزامي على عشرات براءات اختراع، وتعتبر بطارية الليثيوم التي تستعمل في الهواتف والحواسيب أهم وأشهر اختراع له، والذي حصل بفضله على العديد من الجوائز منها جائزة الأكاديمية الوطنية للمهندسين الأمريكية. إذا سنحاول تلخيص هذا النص وسنستعين بالروابط التالية التي أمامنا. إذا التلخيص هو على الشكل التالي، إن عالم مغربي اسمه رشيد اليزامي ولد بمدينة فاس، تابع دراسته بفرنسا وتنقل بين اليابان والولايات المتحدة الأمريكية حيث اشتغل بوكالة النازا قبل أن يلتحق بالمعهد الوطني للطاقة بسنغافورة. من أشهر اختراعاته بطارية الليثيوم، والتي بفضلها نال جائزة الأكاديمية الوطنية للمهندسين الأمريكية. إلى هنا نكون قد أنهينا نموذجا للمراقبة المستمر للمستوى الخامس. أتمنى لكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم.